السلام عليكم. بعد عرض الذي قدمه السيد الوزير الصناعة محمد باشا حول مشروع المرسوم التنفيذي يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ألح السيد الرئيس عبد المجيد تبون على اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط. ضرورة أخذ معايير السلامة البيئية ومقتضيات تموين السوق الوطني للوقود بعين الاعتبار لترشيد استيراد المركبات الجديدة ألا تتجاوز سعة المحرك السيارة المستوردة من طرف الوكلاء 1.6 لتر فيما تبقى الحرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد. تخصيص حصة قدرها 15% من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية على أن يتم تقليص لأدنى حد استيراد السيارات الديزل. أما بخصوص مشروع تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفية منح الرخص الجمركية والمعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات الإنتاج السلع والخدمات، طلب السيد وزير الصناعة محمد باشا تعميق النقاش حول المشروع ليعرض لاحقا إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظها. سلام.